أنا بعتمد على النظر اللي هي نسبة 1% أو 0.5%، لكن قد ما بعتمد على اللمس، وال يعني اللمس هو أساس كل شيء عندي بالشغل. يعني عمره الإعاقة ما كانت عائق ولا يعني حاجز أمام الناس، إلا غير للأشخاص اللي هم بدهم يسووا الإعاقة حاجز. يعني الإرادة، الإرادة هي أساس كل شيء. أنا عندي كنت فاتح زي مركز خاص فيه اسمه الإرادة والتحدي. لما توجهت للكراسي بفضل من الله، يعني قدرته العظيمة، إنه أتقنت الشغلة من نفس اللحظة. يعني اشتغلنا الكرسي بنفس اللحظة، وافق علي إني أشتغل يعني الكراسي، ثبتوني يعني على اعتمادي شغل الكراسي القش العربي. فلما اشتغلت أول كرسي يعني أول أسبوع وخلصت البرنامج اللي كنت أنا ماشي عليه معهم، حكيت بدي أصير أسوي الكراسي هاي عندي في البيت، أشتغل يعني زي شخصية، حرية شخصية، بدل ما أنا أشتغل عند الناس أصير أجيب إلي كراسي عندي على البيت وأشتغل هنا. فاللي شجعني أكثر الله يرحمها يعني والدتي، يعني بتمنى لها الرحمة يعني، وكمان هي اللي أيدتني بشغل الكراسي، حكيت لي أرحم لك من شغل التطريز. فبناء علي يعني الحمد لله مشينا على مجال الكراسي القش العربي، والآن يعني أصبحت أشارك وين ما في معرض بشارك وبطلع، وما بسألش يعني عن أي صعوبات، برغم إنه كثير صعوبات بواجهها، بس بحكي بالنهاية إرادة الله فوق كل شيء، والإعاقة لا تضيع الطاقة. مش الكل بيقدر يشتغلها هاي الحرفة، فإن شاء الله إنه الناس تستوعب هاي الحرفة وتيجي تشتري، ما تتفرج يعني، بس إنه تحكي والله حلوة وإشي مدير أحياء التراث القديم. إحنا ما بدنا هذا الحكي، لأنه هذا الحكي يعني سمعناه منه كثير ويعني وشاهدنا، بس بدنا فعل مش يعني حكي.